أما لقب التتويج هنلاقيه بعد كلمة نسوم اللي اتكتبت هنا بطريقة مختلفة عن اللي عرفناه قبل كده. هنلاقي هنا نبات السوم ووراها نصف رغيف الخبز وعلامة على شكل أمواج المياه. ساعات ممكن نلاقي كلمة نسوم مكتوبة ووراها نصف رغيف الخبز بس، وساعات ممكن نلاقيها مكتوبة بعلامة نبات السوم ونصف رغيف الخبز وعلامة أمواج المياه، وتتنطق الكلمة على بعض نسوم. هنلاقي وراها خرطوش اللي فيه لقب التتويج، وهو بيتنطق هنا نب خبرو رع، وبرضو استخدمنا نظرية التقديم اللي قدم فيها المقدس في الأول لكن نطقناها في الآخر. هنبتدي بكلمة نب اللي هي على شكل طبق ومعناها سيد، وراها علامة الجوران اللي هو خبر، وهنا كلمة جمع لأن وراها ثلاث خطوط وتتنطق خبرو. خبر معناها صورة أو هيئة، وخبرو معناها هيئات، فيبقى سيد هيئات. بعد كده هنلاقي المقدس رع، نب خبرو رع سيد هيئات رع. وبعد الخرطوش هنلاقي لقب مع خرو صادق الصوت، الملك سيد هيئات رع صادق الصوت.